بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي. نحن الآن جانب الأخ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأستاذ أحمد الميسري، والتوقيت 3/4، وعلى يميني القائد فضل حسن قائد المنطقة الرابعة، والقائد أحمد علي مسعود. الأمور طيبة وزمام البادرة باليد. احنا نطمنكم ولا تصدقوا لا سالم ثابت ولا غير سالم ثابت، انما نحن نحيي كل الشباب الحريصين على السلم وعلى الامن، وايضا الذين يحرصون على حقن دماء الناس. اما نحن موجودين وثابتين، ومن يقولنا بيزعزعنا من واقعنا هو يكذب. شكرا.